هل الاهلي عمل كوبري لعماد ولا لا؟ مش احنا اللي سالناه، ده ميدو ساله الاسبوع اللي فات. نشوف عماد ورده على كوبري الاهلي. الحته بتاعت النصر السعودي دي ناس كتير قالت ان هي كانت كوبري ان انت تروح الاهلي، دي حقيقه ولا انت؟ لا لا لا، انا دي كلمتك. انت ما كنتش تعرف ان لا، كان في تفاوض، كان مع الاهلي قبليها. اهلي وكان في تفاوض زمالك. وبصراحه هنا في مواقف اللي هي الحاجات بقى اللي انا اتكلمت فيها كتير. يعني موسى ميدو انا احترمت عادي مع النادي الاسماعيلي لغايه اخر يوم، حتى بعد ما مشيت، لان انا كان قسم بالنسبه لي ان انا مش هحط عاد. انت بتقول لي مضيت للزمالك، عشان كده بستغرب. انا قلت انت معلومه ممكن لا يكون حد، ما كان حد قال ان كان ان انا ما مضيتش للنادي الاهلي غير بعد لما رجعت من السعوديه. اسلام الشاطر اتباع للزمالك. لا طب احنا هنجدد لعماد، خلاص طب هنجدد، يبقى في ارقام، يبقى العروض اللي جايه كذا، انت ممكن هتديني كذا وانا حابب ان انا اكمل. فجاه، وده سيناريو انا بقوله لغايه دلوقتي والحمد لله رب العالمين، يعني ما عنديش ان انا اخاف من حد او ان انا بشيل هم حد في الكلام. نفس الكلام اللي انا قلته من 16 سنه بعيده تاني. ان انت تخلي سيناريو اللي كان بيتعمل ان يتضغط عليك ويتصدر للجمهور ان انت مش عايز تمشي، ان انت عايز تمشي، وان انت عايز تمشي بالتحديد ان انت تروح للاهلي، يبتدي من هنا الضغط. اول شيء انا كنت مستغرب ان السيناريو ده بيتعمل معايا، لان انا في الوقت في 2001 لما كان في عقد فعلا من النادي الاهلي، ويشهد على كلام ده الدكتور محمد حجازي، والدكتور حجازي كان موجود وانا رايح للاسماعيليه، فبقول لعماد انت مضيت للنادي الاهلي؟ قلت له لا ما حصلش. في تفاوض في 2001 مش 2004 لما جيت النادي الاهلي. طب انت عايز ايه؟ قلت له والله انا لو هتعاملني زي فلان انا ما عنديش مشكله، اللي هو فئه اولى يعني افضل عقد. قال طب خلاص. قلت له خلاص العقد وامضي. ونزلت من اسماعيليه للمكتب هنا في الشركه المهندس ابراهيم عثمان ووقعت، رغم ان كان في اكتر وقت كان في ضغط على عماد ان انا اروح النادي الاهلي. وفي 2004 كان الوضع مختلف. في 2004 لقيت ان هو الناس بتبيعك للجمهور. انا ما توقعتش. استغربت ان انت تتباع كده يعني، بيتضغط عليه. فده كان السبب الرئيسي ان انت رحلت الاسماعيلي، لقيت نفسك ان انت عايش في مناخ ما تقدرش ان انت تشتغل فيه. كابتن صبري يعني انت دم يعني، خليني اقول الكلام، ان عماد النحاس كان تم دفعه خارج نادي الاسماعيلي بشكل من الاشكال. انا هنا كان طبيعي ان انت عندك عرض من رحت السعوديه، وكان عندك عرض من النادي الاهلي ان انت ترجع للاهلي ورجعت. كان في معسكر مش عارف كنت موجود ولا لا، بتاع في البحرين مع كابتن محسن. ده التوقيت في 11/2003 او شهر 12/2003، تفاوض معاك الاهلي قبل كاس امم 2004. تفاوض معاك الاهلي صح؟ طيب احنا الكلام ده اتقال يا استاذ ابراهيم وكررناه كتير، لكن احنا ليه بنقوله؟ كل ما هتقوله الاهلي بيخطف لعيبه الاسماعيلي هنواجهكم بالحقائق. مش هنمل، لان احنا عارفين ان انتم مستنيين اللحظه اللي النادي الاهلي يقول ما قلنا الكلام ده. انتوا يعني يا مروجي هذه الفتنه بيننا وبين الاسماعيلي وبيننا وبين اي جمهور تاني. لا، كل ما تروجوا للاكاذيب كل ما هنواجهكم بالحقائق حتى لو قلناها 1000 مره.